مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. مدرستنا حسام الدين، احنا ولادها بنات وبنين. كلنا واحد حلمنا واحد، مع بعضنا كلنا ناجحين. أعزائي طلبة وطالبات مدارس حسام الدين الحديثة الخاصة، معاكم ميس أسماء الاستكمال شرح منهج الرياضيات. نظرا للظروف اللي بتمر بيها البلد، نحب نشكر إدارة المدرسة إن هي أتاحت لنا الفرصة التواصل مع الطلبة بتوعنا من خلال شرح دروسنا أونلاين، ونبدأ درسنا النهاردة إن شاء الله. يلا بينا نكمل مع بعض حل تدريباتنا مع النشاط الثاني. أول حاجة عندي في النشاط الثاني اختر، عندي السؤال ليه 3 اختيارات، بختار منهم الإجابة الصح، بكتبها في النقط أو بحط عليها خط. أول سؤال 82 ناقص 30، طبعا احنا كلنا عارفين ان 30 دي هي مضاعف من مضاعفات العدد 10 اللي احنا خدناها. هنبدأ بخانة الأحاد، 2 ناقص 0، طبعا قلنا الصفر ولا بيزود ولا بينقص، فهنقول 2 ناقص 0 هي الاثنين. بعد كده هنبدأ نطرح خانة العشرات، 8 ناقص 3، برافو عليكم، كلنا عارفين ان 8 ناقص 3 5، يبقى الإجابة الصحيحة بتاعتي 52. نيجي للسؤال الثاني، العدد 12 بالحروف يكتب، هل 11 أو 10 أو 12؟ برافو، الإجابة الصحيحة هي 12. تالت سؤال بيقول لي 5 عشرات زائد 2 أحاد، هنا هكون عدد مكون من رقمين، الخانة الأولى للأحاد والخانة الثانية للعشرات. يعني هبدأ الأول برقم الأحاد اللي هو الاثنين، وبعدها هنكتب العشرات 5، يبقى العدد بتاعي 52. رابع سؤال عندي الشكل وفي مسافة له 4 أضلاع، أي شكل من الأشكال الموجودة في الاختيارات 4 أضلاع؟ هل المستطيل ولا الدايرة ولا المثلث؟ برافو عليكم، المستطيل هو شكل هندسي له 4 أضلاع. تاني سؤال عندي أكمل، قيمة الرقم 3 في العدد، وإحنا طبعاً قبل كده قلنا قيمة الرقم بالأرقام، 3 مكانها فين؟ في العشرات. لو قرأت العدد هلاقي نفسي بقرأ 35، 3 عشان في العشرات قيمتها 30. بعد كده السؤال التاني، 23 يساوي 3 زائد نقط، 3 عشان الأحاد نزلت زي ما هي، الاثنين عشرات برافو عليكم تاخد 0 تبقى 20. بعد كده عندي أكمل بنفس التسلسل، 90 80 برافو 70 60 50 40. أنا هنا بعد بالعشرات الكاملة. السؤال الرابع، الرقم نقط هو أكبر من العدد 10 بمقدار 1، العشرة دي لما أضيف لها 1 هتكون كام؟ برافو 11. آخر سؤال معايا، 8 أحاد زائد 5 عشرات، هكون عدد مكون من رقمين، الخانة الأولى للأحاد 8 والخانة الثانية في العشرات 5، يبقى العدد 58. وبكده بنكون انتهينا من حل النشاط الثاني، ونتقابل مع بعض في باقي التدريبات. بكده بنكون انتهينا النهاردة من شرح درسنا، واتمنى ان انا اكون قدرت افككم ووصل المعلومة بشكل بسيط وسهل زي ما احنا متعودين مع بعض، ومعاكم من خلال صفحة المدرسة لاي استفسارات او اي حاجة، معاكم على خلال رقم التواصل عن طريق الواتس او موقع المدرسة، مدرسة حسام الدين. مع السلامة.